اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. ربي إني صفات العليا قائم بالفناء أريد عتيا تحت باب الرجاء وكفت بذلي فأجسني بالقصد قبل المنية ورسول الكريم باب رجاء فهو قوسي وقوس كل البرية. فأغيثني به وبلغ فؤادي كلما يرتجيه من أمنية واجمعي شملا في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية ما أسيدك الإقبال في كل أمر قد كسدنا والسنك في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في طغى طريقا سويا وحدنا ربنا لما قال حديتا سلة العارفين أحلى المزيح نون واجعلي العلم مقتدانا بحكمي ذوك في فحب سري مانا البعيد وفد القلب أن يلم به الشيطان والنبس والحوى والدنيا اللهم صل و